السلام عليكم. في احدى محافظات الصعيد، الصعيد الجواني، اللي الخناقه اللي حصلت ما بين الزوج والزوجه علشان ازازه الشامبو. الزوجه عاوزه تشتري ازازه شامبو علشان جوزها الجميل يشوف زوجته او يشوفها في منظر جميل، على الاقل خالص غاسله شعرها ومسرحها. اكتر من مره كل يوم والتاني تقول له عايزين ازازه شامبو، عايزين حاجه نغسل بيها شعرنا، والزوج كل بيقول لها حاضر بكره ان شاء الله ربنا يسهل. ضيقه الحال، المستوى الاقتصادي، معاه او ما معهوش، ولكن الراجل معاه. الزوج اللي مش عايز يجيب ازازه الشامبو، حصلت الخناقه ما بينه وما بين زوجته، بعدها على طول ضربها ضرب مبرح ادت لوفاتها. الست اللي دخلت على طول المستشفى بعدها على طول طلع لها تقرير حاله الوفاه، ضرب ادى للموت. الزوج دلوقتي اللي لقى نفسه علشان ازازه الشامبو عفوا هيتسجن، وممكن كمان حبل المشنقه يبقى حوالين رقبته. ولكن الموضوع حصل. راي حضراتكم في حاجه زي كده في ايه؟ واعتقد ان اتفه الاسباب ممكن تجيب لاكبر حاجه من الكبائر اللي كل يوم بنشوفها والتاني، اللي هي القتل. رحمه الله على الست اللي توفت بالمنظر ده، رحمه الله عليها، وبنعزيها وبنعزي كل اسرتها. السلام عليكم.